السلام عليكم، كيفكم؟ إن شاء الله بخير. طبعا راح نتابع مثل ما قلنا في فترة العيد تسجيل محاضرات أونلاين إن شاء الله على مود يعني المنهج يكون خالص بتاريخ 1/5 لحتى يكون عندكم وقت منيح لتدرسوا وبتعرفوا امتحان تقويمي وصعب، وإن شاء الله موفقين. طبعا راح نكمل اليوم في سلسلة المحاضرات. اليوم عندنا محاضرة اسمها المايكروبيولوجيك سبيسيفيتي اوف بارادنتال ديزيز. هذا الحكي معناته انه شو هي المايكرو اورجانيزم اللي بتعمل البارادنتال ديزيز والجنجيفايتس اكسترا. طبعا فرضت عدة نظريات اول ما بلش العلماء يعرفوا شو سبب اللي عم بيخلي الاسنان يصير فيها بارادونتايتس جنجيفايتس او حتى دنتال كاريز. مهمتنا نعرف كل نظرية على أي أساس ارتكزت، شو العالم اللي طالع هاي النظرية، شو الأشياء المميزة بهاي النظريات. كل نظرية على حدة رح ناخد اليوم. أول نظرية اسمها الـ Non-Specific Black Hypothesis، وبعدها Specific Black Hypothesis، وفي عنا الـ Ecological Theory. أول وحدة ممكن تجينا بشكل NSPH، يعني الـ Abbreviation أو الاختصار. يعني إذا شفت ذا NSPH theory معناتها قصدهم على non specific black hypothesis، يعني الفرضية الخاصة بتطور اللويحة الغير محددة. هاي بالمشكل مختصر طالع عالم اسمه ميلر وبلاك بال 18th century أو بالقرن الثامن عشر. كانت الثيوري تبعيتهم بإنه الديزيز أو الباثوجينيسيز اللي بتصير هي based on the quantity of microorganism، يعني على عدد. كل ما زاد العدد الجراثيم كان باعتقادهم بزيد الانفلاميشن وبزيد الديزيز. وتعتمد الثيوري هاي على ثلاث امور. اولا ان على الكوانتيتي والابندنس تبع الدنتال بلاك بغض النظر عن الاسم الجرثومي، سواء هي اروبيك ان اروبيك يعني هوائيه او غير هوائيه، سواء هي موتيل نون موتيل متحركه او لا. فكانت اول ما بلشوا العلماء انه قديش في جراثيم الكوانتيتي قديش معناتها في انفلاميشن. طبعا وهذا الشيء ربطوه بثلاث امور: الديمنشنت هوست ريسبونس، يعني يكون في عنا البيشنت مناعته فيها خلل، وانكريست هوست سبستيبيليتي وذ ايج، يعني ايضا العلاقه باستجابه البيشنت لعملية الالتهابية او الانفلاميشن. معناتها اول ثيوري نحن نعرف عنها تعتمد على الكوانتيتي. اذا قلت لك one of the theory that depends on the quantity or the abundance of germs in dental plaque as a reason for parodontitis، وحطت لك multiple choices، لازم تعرف بانه هاي الثيوري هي ال NSPH. اوكي، اخترعوها ميلر وبلاك طلعوا فيها. هلا النون سبيسيفيك بلاك مينتين ذات ايش بتقول كمان؟ بانه الباريدنتال نوكسيوس ناكجيز، يعني العوامل الضاره اللي بالباريدنتيوم بروتكت باي ذا انتاير فلورا ار ريسبونسبل ان ا بروبوشنال واي تو ذا سيفيريتي اوف جينجر انفلاميشن. هذا الحكي معناته بانه على حسب اعتقادهم بانه العوامل الناكجيز يعني الممضره او الضاره لا البارودونتيوم او النسج حول السنية هي اصلا موجودة بالفلورا وليست عوامل خارجية. اذا هاي ركيزة تانية ترتكز عليها هاي النظرية. When only small amount of flak are present the noxious products are neutralized by the host، بانه لما بيكون الاماونت هي كلها بتعتمد على الاماونت على الابندنس، باعتقادهم انه لما بتكون الكمية قليلة يحسن الهوست بينو نيتراليزيت يعني يتغلب عليها. لكن لارج اماونت اوف بلاك ود برودوس لارج اماونت اوف نيكتشس برودكت، يعني منتجات ضاره للبرتنتيوم. اذا محور الثيوري كلها هي على ابانتس تبع المايكرو اورجانيزم الموجوده بالبلاك. هلا زين اس بي اتش يعني نفس النون سبيسيفيك بلاك هايبوثيسيس فوكس اون ذا كوانتيتي اوف ذا بلاك. هاي شايفها الكوانتيتي اوف ذا بلاك as a pathogenicity without discriminating التمييز between the level of virulence of bacteria، بغض النظر على كمية التوكسيتي تبع البكتيريا. believing is مثل ما قلنا انه الهوست وال
ديفند اتسولف لما الابانتس بتكون قليله، ولما بتكون كتيره ما بيحسن يعمل امبالانس بالهوست موديليشن سيستم. The conclusion was بانه اقترحت طالما هي عباره عن ابانتس معناتها كل لحتى تخفف من الباثوجينيسيتي او من الامراضيه لاي ديزيز لازم تخفف من العدد. تخفيف العدد the best way is to brush your teeth اذا تعتمد على ميكانيكال ريموفال اوف ذا بلاك. اذا الثيوري الاولى باي بلاك اند ميلر اسمها ال NSBH non specific black hypothesis تعتمد على ثلاث امور، اهم شيء الكوانتيتي للبلاك diminished host when increased host susceptibility with age. هي بتقول بانه افضل solution لحتى تعمل تريتمنت بانه تنقص الابندز او الكوانتيتي مال البكتيريا، لذلك بتقول التوث برشنج او ميكانيكال توث برشنج هي بيست واي فور مينتين بيردنتم تيشو. طبعا فورذر مور لما العلماء صاروا يبحثوا اكثر وجدوا بانه بعض البيشنتس عندهم بمناطق معينه فايندينج ذات انه بعض الاماكن ما هو نفس الاميونيتي مال البيشنت نفسه الاميونيتي صح، لكن بعض الاماكن في ريبرونتايتس اكثر من بعض الاماكن. اذا اكتشف هون انه في خلل بهاي النظريه، اذا نفس الهوست ونفس الكميه ليش هون عم بيصير بور ريزوربشن ليش لا. اكتشفوا بعدين بانه ذا نان سبيسيفيك بلاك هاز بين ديسكاردد ان ذا فيفر اوف تو سيريز اللي حناخذهم هلا. اول وحده هي سبيسيفيك بلاك هايبوثيسيس، والثانيه اللي هي ايكولوجيكال بلاك هايبوثيسيس. مع تطور وشافوا بانه لا الكمية الباثوجينيسيتي عند نفس البيشنت عم تختلف من كواردنت لكواردنت، اذا القصة لا تعتمد فقط على كمية البلاك. وطلعونا بالنظرية اللي بعدها هي السبيسيفيك اللي هي اختصارها SPH هديك NSPH. هاي بتقول انه only certain black only certain microorganism in the black is pathogenic، يعني هناك بعض الانواع من المايكرو اورجانيزم هي قابليه لانه تساوي باثوجينسي او امراضيه اكثر من مايكرو اورجانيزم ثاني. هاي البيس اون هاي الثيوري مشان تعرف تميز. طبعا بيكاس المايكرو اورجانيزم بروس سبستانسز ذات ميدييت ذا ديستركشن اوف ذا هوست تيشو، يعني طيب يعني المايكرو اورجانيزم مو بتفرز انتو توكسينز او بتتدخل بتهاجم الكريات الليكوسايتس او بتعمل ليبوسكريد عشان تسرع عملية الانفلاميشن. A theory based on some specific microorganism will be more pathogenic than the other by producing مثل ما قلنا substances that mediate the destruction of host tissue. وأول ما طلعوا بهاي الثيوري كان لما عزلوا AA مع تطور العلم صار في الكالتيليتيف كالتشر أو الزرع الجرثومي، فحسنوا يزرعوا الAA أو يميزوها لهاي الجيرم اللي هي كانت مثل ما بنعرف سبب للليكولايزد أجريسيف باريودونتايتس. إذا المعلومات عن لهلا اللي وصلنا لها على ال SPH او Specific Black Hypothesis هي تعتمد على نوعية المايكرو اورجانيزم وليس على العدد، وايضا وجدوها واول ما بلشوا باكتشاف هاي الثيوري لما عزلوا ال AA، وثالث شيء بانه تعتمد على المايكرو اورجانيزم بتفرز mediating substances that contribute to the detection of host tissue. بال 1970 ما قلنا تطور الكالتشر بيست تكنيك وجدوا بانه الكانماسين كانماسين اللي هو انتي بايوتيك باعتقادهم حسب العلماء والتر، اسماء العلماء ممكن يجيبوا لكم منهم اسماء العلماء احفظوهم، والتر ولوسيش قالوا بانه نحن لما حطينا انتي بايوتيك بزرع جرثومي بالكالتشر اسمه كانامايسين شافوا بانه هذا الشيء برايهم عم بيموت الستريبتوكوكي اللي هي كانت معزوله اصلا بتساوي دنتال كاريز، فقالوا نحن الانتي بايوتيك ممكن يفيدنا اذا اعطيناه للبيشنت بانه هو يخففنا من الدنتال كاريز وكمان يخففنا بين الجنجيفايتس وبالتالي البيرودونتايتس. لكن مع تطور الموضوع الكونكلوجن دايكون اياه بانه شافوا الانتي بايوتيك ما بيعمل اي شيء indicates that كانامايسين
failed to penetrate certain karyogenic species. Furthermore, reduced the abundance of karyobacteria, failed to eliminate them as soon as needed was stopped. إذا شافوا بأنه هو قلل العدد لكن ما قتل الجراثيم, وبالعكس مع الاستمرار الطويل with long period of treatment lead to antibiotic resistance, صار عند البكتيريا مناعة ضد هاي الانتيبيوتيك. لذلك specific pathogenesis suggested are a part of indigenous microflora and unlike foreign patho cannot be eliminated from the oral cavity. لذلك قالوا بأنه هاي الجيرمز هي في منا باثوجينيسي, لكن هي اصلا من الفلورا, نحن مو عندنا فلورا بالجسم هي طبيعيه فيها جيرمز, انه في بعض الجراثيم بهالفلورا هي مضره وما فيك انت تعمل لها اليمينيشن مهما حطيت انتيبيوتيك. طبعا هاي كلها لهلا بالنظريه الاس بي اتش, هي سبيسيفيك باثوجينيسي بلاك باثوجينيسي هايبوثيسيس, specific black hypothesis. طبعا مثل ما حكينا theory اللي هي ال SPH اللي هي specific black hypothesis, قلنا نحن بتعتمد على specific microorganism بانه هي اللي بتعمل pathogenicity اكتر من غيرها. وطبعا خلال هاي الشيء اكتشفوا العديد من الجيرمز والمايكرو اورجانيزم هدول المذكور اسمها تحت, وهي من خلال هاي النظرية اكتشفوا الباثوجينيسيس اللي بتأدي للبيرودندايتس وعزلوها, ومن خلالها طلع بعدين الريد كومبلكس اللي اخذناه المحاضرة الماضية وغيره. لكن في شيء اسمه السكرانسي كومبلكس, هاد لازم تحفظه. هو إذا سألتك ما السكرانسي كومبليتس بتقول هي البكتيريا كلاستر based on their association with periodontal disease, يعني هو التصنيف اللي طالع عمل صنف البكتيريا والميكرو أورجانيزم على حسب تأثيرها على البيرودنتال ديزيز. هلا اللي بعدها هي updated non specific black. non specific اللي حكينا عنها اللي هي كانت تعتمد على الكوانتيتي لا تعتمد على الكواليتي اللي حكينا عنها المرة الماضية, عملوا لها ابديت صغير. الابديت كان من قبل العالم اللي اسمه تايلات, اللي قال بانه all bacteria and black contribute in the virulence of the microflora, يعني كل البكتيريا الموجودة بالبلاك بتشجع الميكروفلورا بانه تصير امراضيتها اكتر, يا اما عن طريق الكولونيزيشن يعني الاستعمار, الايفيشن اوف ديفيس ميكانيزم تغير او تعمل موديليشن للاميون سيستم الموجود عند الهوست, والبروفوكيشن او اوف انفلاميشن اند تيسو ديستركشن. البروفوكيشن يعني التحريض. مع تسيري تبع الابديتد مين طالعها تايلت ترتكز على هالثلاث امور. وقال بعدين ايلا هي على غرار ال ان سبيشال نون سبيسيفيك اكسبلين الديزيز by difference in the black microbial composition could lead in the difference of pathogenic potential, يعني وافق الspecific وعدل وما قال بس هي عبارة عن quantity. هاي ما كتير مهمة, يعني ممكن نعرف اسم العالم ونعرف انه هي هو اللي اقترح يا اما colonization يا اما evasion of defense mechanism او destruction of the tissue, واسم العالم تايلات. بعدها الايكولوجيك او الانفايرومنتال. ايكولوجيك يعني البيئه المحيطه بالهوست وبالجيرمز. طالع واحد اسمه مارش, فيليب مارش, هذا لازم نحفظ. مارش عمل الايكولوجيك اختصار اي بي اتش. اساسه هي امبالانس, عدم توازن ما بين المايكرو فلورا الموجوده وما بين العوامل الانفايرومنت الايكولوجيكال ستريس. هذا اذا صار امبالانس بصير انريتشمنت يعني تغذيه للامراضية الفلورا الموجودة مع الديزيز, وبتخلي يصير في باثوجينيستي او امراضية. يعني اذا مارش قال الثيوري تبعيته عبارة اللي هي الايكولوجيكال بلاك هيبوثيسيس الاي بي اتش اختصارة, بانه اي ديزيز بيصير هو عبارة عن امبالانس ما بين الميكروفلورا الموجودة اصلا وما بين انفيرومنتال او ايكولوجيكال ستريس. هذا الشيء بيخلي مايكرو اورجانيزم
اللي هي بتعمل بس انجين تتفوق على الهوست ريسبونس وتساوينا الديزيزز. طبعا this idea was not entirely new لانه ال unspecific black hypothesis كمان تقريبا اقترحت نفس الشيء بانه قالت ال virulence of the black هي lead to a disease، لكن نحن فينا نقول اللي قال imbalance ما بين الميكروفلورا والايكولوجيكال، بس شفت ايكولوجيكال ستريس هو مارش اوكي. لكن بعدين طور يعني لقدام وقال بانه related changes in microbial composition to a change in ecological factors such as the presence of nutrients and essential factors، يعني ايضا التغير من نمط الغذاء ممكن يأثر كثير على الامبالانس ما بين، هو احد عوامل يعني الايكولوجيكال فاكتور بتأثر على الامبالانس ما بين المايكرو اورجانيزم والهوست ريسبونس، بالاضافة لللو بي اتش نوتريشن. اذا مين اقترح نوتريشن لو بي اتش، هدول امور كلها مارش اللي قال هي عبارة عن امبالانس ما بين، وضرب لك مثال قال لك يعني اذا غيرت من نوتريشن وصرت تاكل بدل السكر مو في سكر شجر اللي هو اللي بيكون غير محلى، فممكن هذا الشيء يؤدي الى التقليل من حدوث البيرودونتيتس او حتى الدنتال كاريز. فقال فور اكزامبل النون فريمنتبل سويتنر الحلويات الغير مسكره بالسكر العادي could be used to replace sugar and prevent acidification، يعني عملية الانخساف الأملاح اللي بتعمل المايكرو أورجانيزم. بالإضافة مايش provided and collected convincing evidence to support this، عمل composition of dental plaque depends on the environment for classical everything is everyone but the environment select was successfully applied to dentistry. اذا نظرية مارش كلها عبارة عن ال environmental و ecological factors وال imbalance اللي ممكن تخلق ال ecological factor مع الفلورا الموجودة بالماوس لحتى تخلي ال immune depressed وتخلي هالشي يصير في disease. يعني لازم تعرف انه هاي النظرية اسمها ال EBH عملة مارش عبارة عن imbalance ما بين ايكولوجيكال فاكتور مع المايكرو اورجانيزم والفلورا. ضرب لك ريزنز بانه قال لك الاستعمار الاولي الايلي كولونيزيشن للسوبرا جينجيفال بلاك بيكون هو انيروبيك اللي بتستخدم الاكسجين الموجود يعني الهوائيه، تستخدم الاكسجين الموجود لحتى تحرر لنا الكربون اوكسيد او الهيدروجين اوكسيد اللي بيخلي بيعمل باثوجينستي او امراضيه. اذا المارش اللي حكيت لكم عليه هذا هو المهم. الكيستون باسوجين هايبوثيسيس هاي اللي بعدها اختصارها كي بي اتش، اذا شفت اختصارها مين طلعها؟ جورج بال 2012. هذا اسم العالم مهم، ممكن يجي اسماء علماء مثل ما قلنا وكل سيري على ايش بترتكز. يعني اول وحده قلنا الكوانتيتي، اللي بعدها لا السبيسيفيك قال انه السبيسيفيتي لكل مايكرو اورجانيزم، الايكولوجيكال قال الامبالانس ما بين الانفايرومنتال فاكتور ما بين النيوتريشن السالفا لو اتش وما بين الفلورا بالمايكرو اورجانيزم. هلا الكيستون راح نشوف على شو عم يحكوا. النظريه الرابعه اللي هي الكيستون باثوجيني هايبوثيزيس الاختصار كي بي اتش هي اهم وحده فيهم مثل ما انا طالع جورج. هاي النظريه هي عباره عن تعتمد على بانه اذا صارت اللو اباندنس من مايكروبايال باثوجين كان كوز انفلامتوري ديزيز باي انكريزينج ذا كوانتيتي اوف ذا نورمال مايكروبايا اند باي تشينجينج ات كومبوزيشن، يعني اذا وجد كميه قليله من بعض المايكرو جيرمز اللي مثال عنه راح نحكي عنه بشكل مفصل البي جينجيفاليس او البي جي اللي هي عضو بالريد كومبلكس اللي اخذناه بالمحاضرة السابقة، فيه هذا العدد القليل يغير من طبيعة المايكرو اورجانيزم المجاورة الموجودة بالنورمال فلورا ويخليها يغير من تركيبها وتصير
امراضية. اذا النظرية اللي تعتمد theory that depends on low abundance of microbial pathogen can cause inflammatory disease by increasing شو بيأثر على quantity على العدد للنورمال الموجودة بالفلورا وبغير بالكومبوزيشن من تركيبة. هاي اسمها نظرية ال KBH. مثل ما قلنا ال BH ال BG عفوا جيرم شافوه بانه هي تحسن تتلاعب منابليت للاميون سيستم عن طريق عدة ميديكيترز رح نحكي عنهم هلا او كيميكال سبستانسز. حكينا بانه الكي باثوجين كان تريجر انفلاميشن وين ار بريزنت اللو نمبر. اذا كان لا ديبند لو ابانتس اوف سيرتن باثوجين مثل البي جي كان كوز انفلاماتوري باي تشينجينج ذا كومبوزيشن اوف ذا اند كوانتيتي للميكروبايا الموجوده بالفلورا. طيب مثل ما قلنا الكي بي اتش كثيري هي ديفلوبد بعد ما اكتشفوا الريد كومبلكس، عملوا دراسة على فأر على يعني ماوسز وشافوا بأنه لما وجدت البي جي بي لو بيرسنتج عملت ألتريشن بالبلاك كومبوزيشن زادت الكوانتيتي، ولما حطوا البي جي بي وسط خالي من الجيرم تقريبا ما فيه أنظر جيرمز يعني بس لحالة وجدوه بأنه هي بتعمل كولونيزيشن لكنها ما بتكون بنفس الشدة الأمراضية لما بيكون جنبها غير جيرمز. لذلك قالوا that some of the commensal microbiota is essential to disease process. يعني الفلورا الموجودة بي هي essential. والبي جي كانت عبارة عن كي باثوجين او كي او مفتاح لحتى تعمل باثوجينيسي. طبعا بشكل عام الرول اوف السيوم رول دور المناعة هو كتير اسينشال بنظرية الكي بي اتش. ليش؟ هلا عنا هدول لازم نحفظهم. بشكل عام النيتروفيل بتكون موجودة ما بين البلاك والابيسيليا سيرفيس جاهزة لحتى تدافئ عن الجسم. هناك عدة كيميكال سبستانسز تجذب هذه النيتروفيل وتساعد الجسم على انه يدافع عن نفسه. هاي الكيمو او الانترولكينات يتم افرازها من الليكوسايت، اهمها IL-8 الانترسيلولار ادهيشن موليكول ICAM والايسيلكتين. هدول بدنا نحفظهم بصم ونحفظ كل واحد ايش مهمته. الايسيلكتين ريكوايرد فور نيتروفيل مايجريشن من الهاي فاسكولاريتي جينجيفال تيشو. يعني اللي بساعد النيتروفيل انه تجي على الموقع وتدافع ضد المايكرو اورجانيزم هو الايسيلكتين، بينما الـ IL-8 الانترولكتين 8 هو الكي لحتى النيتروفيل تصير كيميكالي اتراكتد للابيثيليال سيل، انه تجي على منطقة الابيثيليال وتلتصق بالابيثيليال، لان اول خط دفاع دائما بالجنجيفا او باي تشيو هو الابيثيليال وتحته الكونكتيف تشيو، فاللي بيخليه اول شيء تروح مايجريشن من الاوعية الدموية المتكون دايليتد متوسعة هو الايسيلكتين، ولحتى تروح على الابيثيليوم سيل هو الانترولكتين 8. ووظيفة الـ ICAM من اسمه adhesion هو بيخليها تلتصق على التشيو وتشكل wall اللي حكينا عنه between the epithelium and the plaque. إذا قلنا النيتروفيل تشكل wall ما بين الـ epithelium والـ plaque لحتى تمنعه. هذا الـ wall كيف يتم تشكيله؟ عن طريق ثلاث chemical substances. أول واحد الـ interleukin 8 اللي وظيفته يخليها تروح على الـ epithelium، والايسيلكتين اللي بيخليها تروح من الاوعية الدموية ومايجريشن للسايت نفسه لمحل ما في انفلاميشن، واخر شيء الاي سي اي ام اللي بيخليها تعمل اديشن والتصاق على الابيثيليوم نفسه وتشكلنا هذا الوول. هناك فيردرمور في عندنا شيء اسمه تي ال ار او التول لايك ريسبترز او المستقبلات الجراثية، هي اللي بتستقبل المايكرو اورجانيزم لحتى تشغل الاميون سيستم. كمان البي جي بيأثر عليها. طبعا آلية تأثير البي جي على حسب نظرية الكي بي اتش، بي جي هو الجيرم اللي حكينا عنه، بيأثر عن طريق ثلاثة، هدول كمان لازم نحفظهم. التول لايك ريسبتر بيأثر على الريسبترز اللي قلنا عليها،
بيعمل manipulation تلاعب بالانترلوكين 8L، اللي هو ايش وظيفته الانترلوكين 8L؟ اللي هو بيخلي النيتروفيل تروح على الابيسيليا سيل. وايضا الطريقه الثالثه اللي بتلعب فيها بتلعب بالكومبلمنت سيستم تبع الاميون سيستم، لان احنا الاميون سيستم لازم تكونوا بتعرفوا له طريقه ليدافع، تراديشنال واي وكومبلمنتال واي البديل. هو بأثر البي جي، بتأثر على البديل، بتأثر على التول لايك ريسبتور، وبتأثر على انترلوكين 8. اذا هاي آلية تأثيرها بصم. اذا قلت لكم البي جي كيف تؤثر في حدوث البارادونتايتس عن طريق هالثلاث شغلات، كل شغلة وظيفة، الاي سيلكتين، الاي سي اي ام، الانترلوكين 8 كمان مهمات. لما اجوا انفيترو، انفيترو يعني باللاب، يعني بالتجارب المخبرية، وجدوا كيف بتأثر البي جي عن طريق الشغلات وبتساوي manipulation بالاميون سيستم عن طريق ليبوسكاريد، ليبوسكاريد تايب 1 وليبوسكاريد تايب 2. التايب 1 بيرتبط بمستقبلات الجراثية TLR4، كمان التايب 2 بيرتبط بمستقبلات جراثية 4، لكن لما ال1 بينفرز بيأثر على الاكتيفيتنج تبع الاميون سيستم بشكل عام، لكن لما التو بينفرز وبيرتبط مع تي ال ار 4 هذا بيأثر على تركيز او يثبت مقاومة الجهاز المعي بشكل خاص لهي نفس الجرثوم البي جي. هلا ايمتى بينفرز الواحد وايمتى بينفرز اثنين؟ هذا الشيء بتقرر حسب تركيز الحديد الموجود بالجسم الايرون، لانه الايرون كمان بيكون بالسائل الميذابي اللثوي او الجنجيفال سيرفيكال فلويد. اذا هلا ايش اخذنا معلومات؟ اخذنا بانه نظرية الكي هي تعتمد اذا عندنا low abundance مع specify micro organism بتأثر على النورمال مايكرو فلورا، بتزيد للكوانتيتي وبتغيرها من الكومبوزيشن. كمثال ان البي جي، هاي البي جي شافوها بانه لما حطوها لحالها بدون مايكرو ان فري جيم مايس بفقر ما فيه جيمز، عالجوه مخبريا، شافوا انه تأثيرها ما كان نفس الشيء، حسنت تعمل كولونيزيشن لكن ما اثرت نفس الشيء. استنتجوا بانه وجود المايكرو فلورا ضروري لحدوث الباثوجينيسي، وجدوا بانه بي جي بتأثر على الكيميكال سبستانسز الموجودة اللي هي بتحفز عملية الاميون ديفنس. حكينا منهم الـ 8L ايش وظيفته، الـ E سيلكتين ايش وظيفته، والـ ICAM ايش وظيفته، وان تأثير الـ BG هو عن طريق Toll Like Receptors الـ 8L وعن طريق الـ Complement System. ان بي الفيترو مخبريا يعني شافوا بانه تأثير على الـ TLRL Response عن طريق ليبوسكاريد 1 و 2، تحديد الافراز عن طريق الكونسنتريشن الايرون الموجود بالجي سي اف، ال1 بيرتبط بال4 وبيؤدي انهبيت للاميون سيستم بشكل عام، ال2 بيخفض الكونسنتريشن، عفوا بيعمل انهبيتيشن للاميون ريسبونس للبي جي تحديدا، بينفرز واحد الاثنين انه حسب الايرون الموجود وكميته الموجوده بالجسم. هاي كلها اسئله مهمه يعني ممكن يجي منها اسئله. طيب البي جي حكينا هي بتعمل بلوك للبرودكشن تبع الاي ال 8 which is produced by gingiva، ان هذا المسؤول بانه يخلي immigration للنيتروفيل للابيثيليا سيل. كيف بتعمل له بلوك؟ بتفرز انزيم اسمه السيرين فوسفات. يعني اذا انا قلت لك البي جي بلوك ذا اي ال 8 ان ذا ليكوسايت secretion by، وجبت لك اسماء كيميائيه by secretion للسيرين فوسفات، حلو، هذول كلهم معلومات. هاي العمليه ايش اسمها؟ اسمها local chemokine paralysis. كمان اذا عمليه البلوكج للانترلوكين 8 بسبب البي جي شو اسمها؟ local chemokine paralysis. طيب طبعا وجدوا ايضا مثل التي دي انتيكولا اللي هي عضو بالريد كومبلكس كمان بتعمل بلوك للال 8، لكن الاليه غير معروفه، بينما الاليه هون كانت عن طريق السيرين فوسفات. طيب حكينا اول شيء اثرت على الانترلوكين 8 وعملت اميون ديسبريس للتي ار
ريسبتر اللي قلنا شلون بالليبوسكريد، وعملت بلوكج للاي ال 8 عن طريق السيرين فوسفات. ضل السيرد تاثيره الثالث على الكومبلمنتري سيستم ما حكينا عنه عن طريق ممبرين هي بتفرزه اسمه جينجيبي انز. ايش اسمه؟ جينجيبا انز. هذا الممبرين اذا قلت لك ما هو جينجيبا انز، هو ممبرين يتم افرازه من البي جينجيفا باوندنت اند سولوبل للاجينين سبيسيفيك سايتوكين بروتيناز. هناك سايتوكينات بالبادي هي اللي بتحفز الكمبيوتري سيستم اللي ببلش بالسي 3 وينتهي بالسي 5. البي جينجيفا بتاثر عن طريق هذا الممبرين على السي 3 اي سي 3 بي عفوا والسي 5 اي. اذا البي جينجيفا كيف بتاثر على الكمبيوتري سيستم؟ بممبرين اسمه جينجيبا انس. هذا الجينجيبا انس حاطط لكم اياه بالاحمر بيأثر على الكمبيوتري سيستم على البروتينات السي 3 بي والسي 5 اي، هي اللي بتخلي الفاجوسايت كانت تجي للجسم، لذلك هو بيأثر على المنطقة ويمنع الكمبيوتري سيستم بانه يشتغل منيح. طبعا هذا اهم شيء بهي السيري، هاي السيري الاخر وحدة مهمة. هون عنا عم نقول بانه البي جينجيفاليس سترين ذات لاك الجينجيبينز، اللي ما عنده جينجيبينز ما عندها الممبرين ما سويت بالاخير بول لوس بالبارودنتايتس. هاي كمان معلومة مهمة. طبعا هيك بتكون خلصت الليكتشر. الليكتشر هي وهديك الابلة مهمات وشوية بصميات، يعني ما فيهم فهم، اسماء جراثيم ونظريات، لكن بيجي منهم، وهي فيها اسماء علماء كمان لازم نحفظهم. ان شاء الله ضل عنا محاضرتين بالكتير ثلاثة منخلص المنهج بهاي الكم يوم مننزلهم، ويعطيكم العافية.